إنها ليست فكرة جيدة يا سايمون يقول. جابرييل هنا. نعم، لكن لا تنسى اتفاقنا. أشعر أن الدعسوقة والقط قريبان. عندما يحضران أمامك ستتمكن من تنفيذ اتفاقنا. فقط خذ الميراكلس. سأفعل ذلك. سايمون يقول سيهزمهما. الدعسوقة، ماذا يحدث؟ يجب أن نذهب إلى مكان آمن. أين إدريان؟ إنه يستحم الآن؟ شخصيته كعارض. خذي نينو إلى مكان آمن، سأتولى أمر إدريان. اتركي لي جهاز التحكم. إدريان؟ 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 نعم. يجب أن أذهب. خطر، سأذهب. هل لي بارتداء ملابسي؟ بالطبع، إذا كان يجب أقصد أكيد يمكنك. أين هو ابني؟ سيكون هنا، إنه مع الدعسوقة. أمي في عيد ميلادها 17 كانت جميلة، صحيح؟ لديها نفس عينيك. ابقى هنا. أوه يا خبر، ما كان هذا يا حبيبي؟ سأساعدها. فلاج، مخالب! ليس ثانية. هل هم قادمون؟ وجدتك. حسناً، كان هذا رائعاً. أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج سايمون يقول. حسناً، لقد أوفيت لكم بوعدي. ها هو جابرييل. سايمون يقول إنك فراشة. أنا فراشة، أنا أرفرف، أنا فراشة، أنا أطير، أنا فراشة، أنا فراشة، أنا أطير، أنا أرفرف. يجب أن ننقذ مستر أجاز. غداً أيها الفراشة ستكون لا شيء. الأكومة ستكون في أحد هذه الكروت. ولكن أيها، إنها كثيرة. الدعسوقة والقط الأسود، إذن يمكن أن تنقذاه بإعطاء الميراكلوس. انسى الأمر. تعويذة الحظ. يويو عادي، لكن لديك واحد سحري. سأكتشف لاحقا. سايمون يقول إن هذا اليويو عديم القيمة. سايمون يقول إن عصاك عديم القيمة. لا أظن ذلك، لن أجعلك تتفوه بكلمة. سايمون يقول لا يهم إن كنت تسمعني أم لا، كل ما يهم هو ما أقول. سايمون يقول هيا أعطني الميراكلوس. أنا فراشة، أنا أطير، أنا أرفرف. سايمون يقول أقلعي يا طائرة. أنا فراشة، أنا أنا طائرة. إنه يتجه للسطح، علينا إيقافه.